في أقصى نقطة شمالية من خليج العقبة، وبين امتداد 3.5 كيلومتر بين الحدود الدولية من جهة الغرب وأكبر 3 أحياء سكنية لمجتمع العقبة من جهة الشرق، رسمت أيلا لوحة حقيقية لمستقبل العقبة المشرق. منذ عام كنا ننقل مراحل مهمة في البنية التحتية، واليوم احنا بنعيش الواقع الأجمل للعقبة. مشروع أيلا واللي أضاف 17 كيلومتر واجهات مائية للعقبة وأول ملعب غولف بمواصفات عالمية والكثير من الإنجازات اللي كانت تحمل دائماً التفرد والتميز في تحقيقها. نضال المجالي مدير العلاقات في شركة واحة أيلا للتطوير رافقنا في جولة على كافة مناطق المشروع الخمسة واللي بتنتظر التشغيل القريب في عدد منها، لنعيش ونشهد الفرق بين جمال الصورة النهائية والجهد الأجمل في تأسيسه. ملعب وأكاديمية عالمية للغولف تمتد فيها مساحات خضراء نضرة تدعو كل هاوي ومحترف لعيش لا مثيل له في طبيعة وسكون يلمسه مجتمع الغولف قريبا. تمتد فيها المسطحات المائية والتلال لا تدعوك لتعلم اللعبة لربما أصبحت من روادها القادمين. مسطحات مائية اصطناعية زادت عن 750 دنم جعلت من الأرض الصحراء سابقاً فرح وجمال يتلألأ بلون الفيروزي، وحياة بحرية فريدة تحتوي على 17 شاطئ اصطناعي تداعب فيه الرمال البيضاء والأمواج الهادئة أطرافك لتحرك فيك التفاؤل وقمة لا متناهية من الترفيه. شقق سكنية محاطة بالماء بالكامل وسوق تجاري تتنوع خدماته لينقلك لحياة لم تعشها سابقاً في تصاميم أقل ما يمكن وصفها بالإبداع. مرسى اليخوت الأكبر في العقبة واللي بيشهد الكثير بأنه جزء من البحر سابقاً ومن غير الممكن أن يكون من تشكيل البشر، فمن أهدافهم تحويل كل شيء إلى حقيقة طبيعية وليست صناعية. وفي غاية الاستدامة تدهشك ألواح شمسية تمتد في محيط المشروع لتؤكد أنه الجميع شركاء في صون الطبيعة وخدمة مجتمع أيلا لتكون أكبر طاقة نظيفة منتجة في المشاريع المتنوعة الخدمات كأيلا واللي رح يخدمها لأغراض تشغيلية فيها. في أيلا الجميع سعداء دون استثناء حتى لو كان زائرها أحد الطيور لكونها في أولى محطات استراحة الطيور المهاجرة من جهة الجنوب في المملكة، أو حتى 3 سلاحف بحرية سكنت إحدى بحيراتها الاصطناعية لما فيها من حياة بحرية وملاذ آمن إلى مواطن سيشهد أسلوب جديد لحياة الرفاهية، أو حتى أنت أينما كنت، فقط لا تمنع نفسك من أن تكون جزء من كل هذا. هي لوحة فنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، هي واحة صنعت خصيصاً لتلبي احتياجات وطن في أكمله وليس فقط منطقة. واحة أيلا رسمت بأيدي محترفين وأجادوا الرسم في التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة. أحمد الكيلاني، رؤيا.